بعد طلب أحد متتبعي القناة وعدته بجولة استطلاعية لقصر عثمان موسى الذي يظل أفضل موقع تاريخي قرب مركز ميدلت، ويستحق الزيارة لملاقاة التاريخ واحتساء كأس شاي في منزل داخل القصر وسماع لعب الأطفال في الزقاق الضيقة وصدى أصواتهم الذي يروي تاريخ القصر وتسامح الأديان، حيث كان هناك حي يهودي به معبد والحي الإسلامي به مسجد. وكان حائط القصر يتخلله فتوحات للدفاع والمراقبة لتفادي اقتحامات اللصوص أثناء أعوام الجفاف. اختلطت الثقافات لتعطي قصرا متجانسا يتناغم فيه البناء القديم ودخول التلفاز والكهرباء. يعتبر قصر عثمان موسى موروثا ثقافيا معماريا دام لعدة سنوات، ولا زال ينعم بالحركة لوجود عدة عائلات تسكن بداخله. فالقصر منشأة مثلت لعقود ملتقى لقوافل جاءت من الجنوب لتجارة الملح والثمور والتوابل والذهب، وهو منتصف الطريق بين فاس وسجيل ماسة اللتان شهدتا حضارات يتكلم عنها تاريخ البلاد، وبذلك يكون قصر عثمان موسى صلة وصل هذه الحضارات العريقة. يتكون القصر من 5 أبواب ترونها في التصوير، فقد 3 أبواب رئيسية كانت في القديم تفتح في النهار وتغلق في الليل. خلال الجولة ترون أزقة مظلمة لأن فوقها منازل تضفي طابعا خاصا للقصر.
مثل أيت بن حدو وأمري ديل وتوريرت وقصبات الجنوب، نتمنى أن يدخل القصر في التراث العالمي لأنه معلم يتجاوز عمره 100 عام لكي يحافظ عليه من التلف، فهو خير دليل على الهندسة المعمارية في المنطقة.